يمثل معرض البحرين الدولي للطيران حدثا عالميا بارزا يجمع بين أحدث الابتكارات في مجال الطيران والدفاع، ومنصة لاستعراض قدرات الطائرات العسكرية والمدنية من مختلف أنحاء العالم. وفي نسخة هذا العام من المعرض كانت مشاركة القاذفة الأمريكية B-52 واحدة من أبرز الأحداث التي خطفت الأنظار وأثارت إعجاب جميع الحضور في المعرض. تعود جذور القاذفة الأمريكية من طراز B-52 إلى الأربعينيات من القرن الماضي، عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتفكير بقاذفة استراتيجية ثقيلة بعد الحرب العالمية الثانية. هذه القاذفة الضخمة تعد واحدة من الركائز الأساسية في سلاح الجو الأمريكي، وتمثل أداة فعالة للردع الاستراتيجي، حيث تمتاز بقدرتها الفائقة بالطيران لمسافة تتجاوز 14,000 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود، مع حملها ما يصل إلى 31,500 كيلوغرام من الذخائر والأسلحة، كونها تستخدم في الضربات الدقيقة ومهام المراقبة الجوية والدعم الجوي للقوات البرية. هذه الطيارة متميزة أنها في 8 محركات تطلع لارتفاعات عالية جدا، بإمكانها تطير لمدة 14 ل15 ساعة، تطلع من أمريكا في أوروبا في أي منطقة وترجع لوجهتها اللي طلعت منها. صعب أن طريقة تكوينها صعب أن أنت تكتشفها، طبعا تحمل من المعدات العسكرية لا تحملها أي طائرة في العالم مماثلة. حضور هذه القاذفة الأيقونة في معرض البحرين الدولي للطيران لم يكن مجرد استعراض لقدرات عسكرية، بل كانت رمزا للتعاون والشراكة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبرزت التعاون الاستراتيجي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وساهمت في تعريف الجمهور بمفاهيم الردع الاستراتيجي وأهمية الطيران العسكري في حماية الأمن الدولي، وأظهرت تقدم التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وقدرتها على تلبية متطلبات العمليات في القرن 21.